روح الإصلاح والتجديد في الفكر الصوفي وبناء الإنسان من خلال كتاب جواهر المعاني للشيخ أبي العباس التيجاني كان لب الملتقى الدولي 17 للشيخ المجاهد سيدي عبد الجبار التيجاني، الملتقى الذي تنظمه كل سنة الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي بمشاركة عدة وفود من دول إسلامية وعربية وإفريقية ومن آسيا وأوروبا. وقد تميز ملتقى هذا العام بتسليط الضوء على رصد الوثائق والنصوص الأصلية والرسمية والمكنون الحضري للطريقة التيجانية. ونوجه من خلال ملتقانا دعوة صريحة لكل راغب في البحث والإفادة والاستفادة في معارف الطريقة التيجانية سواء في الجزائر أو في الخارج، فإنه سيجد كل الدعم والمساعدة. من خلال استعراض هذه الوصايا يتضح لنا منهج الشيخ أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه في تربية أتباعه فكرياً والارتقاء بهم روحياً، وإن السلوك في هذه الطريقة الحنفية يهيئ الإنسان عبر التخلق بالأخلاق الحسنة إلى سلوك صراط المستقيم. لا يسع إلا أن نكرر جزيل الشكر لسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون حفظه الله على ما قدمه ويقدمه لشعب نيجيريا عامة ولسائر بلدان العالم ولأتباع الطريقة التيجانية خاصة. وتهدف هذه الطبعة كذلك إلى إبراز الأبعاد العالمية للفكر التيجاني من خلال ندوات علمية لنخبة من الأساتذة والباحثين للنظر والتعمق في النصوص في العقائد والفقه لكتاب جواهر المعاني. هذه الملتقيات تقوي هذه العلاقة الروحية، هذه العلاقة الإنسانية، وأيضا أهمية مثل هذه الملتقيات لمحاربة الأفكار المتطرفة والأفكار الهدامة. كما تعلم عالمنا الإسلامي يمر بكثير من الإشكاليات، وأرى أن من أساليب حل هذه الإشكاليات وجود مثل هذه الملتقيات. حقيقة اليوم سعيدين كل السعادة بوجودنا في محض الخلافة العامة للطريقة التيجانية عين ماضي، وحضورنا في ملتقى سيدي عبد الجبار التيجاني المجاهد له الإسهامات كبيرة جدا في نشر الطحاز الطريقة وفي الإسلام وغير ذلك. الملتقى كان فرصة لتكريم ثلة من حفظة القرآن خريجي مدارس الطريقة التيجانية، وكذا تكريم عدد من المشايخ والعلماء.